بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال: كتاب الله وعترتي. أو كما قال: صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. من علمنا كيف نمضي في هذا الطريق؟ علمنا الزهد والورع، علمنا التقوى، علمنا الخوف، علمنا الخشية من الله سبحانه وتعالى. صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم في هذه الحلقة من الطريق لله. في هذه الحلقة نتحدث عن الورع وكيفية تحقيقه وتجنب الشبهات. ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. مولانا أهلا بك. مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ حسن. مولانا، يعني أحيانا الواحد لما يسأل سؤال فيرد عليه يقول له: من باب الفتوى دي، من باب الورع احتاط لنفسك. عايز أعرف يعني إيه من باب الفتوى؟ خد الإجابة دي وهتبقى صح وماشي سليم، ولكن من باب الورع لا، احتاط لنفسك. بسم الله، وصلاة وسلاما على مصطفاه في مبدأ كل أمر ومنتهى، وبعد، صلى الله عليه وسلم. لأن الأحكام، أحكام الشريعة، تدور بين الفتوى والتقوى. أحكام الشريعة تدور بين الفتوى والتقوى، وتدور بين الرخصة والعزيمة. الله. ومن حكمة الشارع سبحانه وتعالى أن روعي في الشرع درجات الناس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى سبيل الشرع، الشرع هو الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه وإلا دخلنا في حد الحرام، ارتكبنا حراما. أما لا يقف الشرع عند هذا الحد الأدنى، وإنما هناك درجات عليا ترقي بحسب عزيمة كل إنسان، وبحسب تقواه، وبحسب مقامه، مقامه من الله سبحانه وتعالى، مقامه في الخوف، مقامه في الورع، مقامه في التقوى، مقامه في الاستقامة. هم درجات عند الله تعالى، فكل يأتي بحسب درجته. ولذلك قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني ما هو بالنسبة للأبرار حسنة، هو بالنسبة للمقربين سيئة، وهكذا. وهناك كلام كثير في هذا. أدي المعنى أن والله على حد الفتوى، يعني الحد الأدنى، والله هو هذا، هو تمشي مظبوط. لكن التقوى، الورع إلى آخره، لا، درجات راقية مرتفعة. مولانا أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يمشي في بعض الطريق، فقالت له امرأة: قل لي يا أحمد، نحن نغزل على مشاعل الشرطة يعني، ونحن فوق أسطح منازلنا في البدو في الصيف، بيعودوا يغزلهم، فهل يجوز لنا ذلك؟ كان الشرطة بتعلق على نواصي البيوت في الحوالي زمان قناديل. فقال لها: قولي لي من أنت عافاك الله. قالت: أنا أختي بشر يا أحمد، سيدنا بشر الحافي رضي الله عنه. قال لها: لا تغزلي يا بنيتي، من بيوتكم يخرج الورع. لا تغزلي يا بنيتي، بالنسبة لحد الأدنى يجوز، ما أنت قاعد في الصيف لناس غيركم فوق السطح، فما فيش مشكلة، أنت قاعد في الهواء، وده بتاع بيستفيد منه كل عوام الناس والمسلمين من الطريق وغير المسلمين، يعني الناس اللي ماشية في الطريق، فده يجوز. لكن بالنسبة لك أنت يا بنتي، أنت مين عشان نقول لك بالنسبة لك يجوز ولا لا؟ قالت: أنا أختي بشر، لا يجوز لكم ذلك يا بنيتي، من بيوتكم يخرج الورع. والأمثلة كثيرة في هذا، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وبعدين إيه؟ من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، العذاب ضعفين. ليه؟ ده مش أصلاً، ده من نساء النبي، مش أي حد، وهكذا. مولانا، يعني كما ذكرت، قال لها: من بيتكم يخرج الورع. إذن ما مفهوم الورع؟ ومتى يطلق على هذا المسلم هو عبد ورع؟ نعم، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة جامعة معنى الورع بقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما لا يعني.
وقالوا إن هذا الحديث أحد أربعة أحاديث يدور عليها مدار الدين كله، مدار الدين كله اللي هو هذا الحديث. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وهنا الترك يعم ويشمل كل شيء، تركه كل ما لا يعني من سماع، من كلام، من أخذ، من عطاء، من قبول، من رد، من حركة، من سكون، من بطش، من إذن ترك هنا بيتورع، بيترك كل ما لا يعنيه، وكل ما ليس أو كل ما ليس لله تعالى لا يعنيك في الحقيقة إن أردت التحقيق. كل ما ليس لله تعالى ومن الله ولله وبالله لا يعنيك، لو حققت الأمر في التحقيق في الحقيقة لا يعنيك. وكل ما يعنيك إن كان لله وبالله ومن الله وفي الله فهو يعنيك بالله، وإن لم يكن كهكذا يبقى ليس لله تعالى، يبقى لا يعنيك. فدي الحقيقة. ولذلك أيضا في رواية أخرى في الخبر قالوا الورع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد درجة المتقين، والورع من داخل التقوى، لا يبلغ العبد درجة المتقين، درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. عشان كده قال الصحابة سيدنا، قيل هذا سيدنا أبو بكر الصديق، قال كنا نترك 70 بابا من الحلال حذرا من الوقوع في باب واحد من الحرام. نترك 70 بابا من الحلال، 70 بابا من الحلال حذرا من الوقوع في باب واحد من الحرام. صاحب المنازل الإمام الهروي رحمه الله، صاحب منازل السائرين، يقول الورع هو توقي الحرام والشبهات، توقي ما فيه حرام أو شبهة، حذرا توقي ما فيه حرام أو شبهة غاية التوقي، الابتعاد عنها تماما حذرا والتحرج مما يخالف أوامر الله تعظيما لأوامر الله وإجلالا لقدره، فيما معناه، لأن طبعا التعريفات بتاعت الشيخ الهروي دقيقة وقصيرة، احنا بنحاول نشرحها شوية ببساطة. يعني توقي أن تتوقى، غاية التوقي والحذر. تتوقى إيه؟ كل شيء فيه حرام أو شبهة. وتتحرج من إيه؟ من كل شيء فيه مخالفة لأوامر الله تعظيما وإجلالا لأوامره وإجلالا لقدره سبحانه وتعالى. فده باختصار الورع بصفة عامة اللي هو إيه؟ الـ 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 الترك، الترك تعظيما وإجلالا وإلى آخره. مولانا اسمح لنا ناخد اتصال تليفوني ونرجع من خلال بعض التساؤلات ونجيب على تساؤلات السادة المتصلين. استاذ عمرو بن الشرقية أهلا بيك. السلام عليكم يا حسن. يا أهلا استاذ عمرو، إزيك؟ السلام على سيدي الشيخ محمد معلم. استغفر الله، أهلا مرحبا يا سيدي، أهلا وسهلا. هل صحيح أن أحد الصوفية بلغ من ورعه أن عرقه كان ينفر إذا أكل ماشد أكل طعاما ليس من ماء طيب أو حلال؟ هذا هو السؤال. في أسئلة تانية؟ هل صحيح أن أحد الصوفية بلغ من ورعه أن عرقه كان ينفر إذا أكل طعاما ليس من مال طيب او من مال حلال؟ شكرا شكرا استاذ عمرو. مولانا خلينا برضو نضع فروق ما بين هذه المراتب وهذه الاحوال، ما بين الورع والزهد، يعني ما الشعر الحرير التي تفصل بينهما؟ هو طبعا الذي يقتضيه ترتيب المقامات، ايوه، ان ياتي الورع قبل الزهد. لكن صاحب المنازل الإمام الهروي وضع الزهد أولا والورع ثانيا. ليه؟
لأن طبعا الزهد هو الرغبة عن الشيء، لكن الورع الرغبة عما فيه حرام أو شبهة. يعني الزهد إيه؟ بيرغب عن الشيء، لكن الورع بيرغب عما فيه حلال عما فيه حرام أو شبهة بس. يبقى فرق بين واحد بيرغب عن شيء بحلاله وحرامه. أيوة، الزهد بيرغب عن الدنيا بحلالها وحرامها مش شغلة، لكن ده بيرغب فقط، يعني بيرغب يعني معناها مش بيرغب فيه، بيرغب عن مش عاوز يعني، عشان ما نفهمش غلط، بيرغب عما فيه حرام أو شبهة. يبقى إزاي؟ يبقى الزهد يأتي قبل الورع، مفروض يبقى الورع وبعدين يترقى يبقى إيه؟ الزهد. لكن كمان قالوا في سبب تاني، إن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد أنا بترك اللي مش هينفعني في الآخرة، لكن الورع ترك ما يضر في الآخرة. الورع بيترك ما يضر، يبقى إذن مفروض يبقى الورع يأتي قبله، وأن الزهد يبقى أعلى بعدين. لكن ليه الشيخ الهروي أراد، يعني العلماء كلهم بيضعوا الورع قبل الزهد والزهد بعدين أعلى، ليه الشيخ الهروي؟ قال بعض العلماء إن كأن الشيخ الهروي أخذ برأي معين في خلاف بين العلماء حول ينفع الزهد في الحلال والحرام ولا الزهد لا يكون إلا في الحلال فقط، لأنهم اختلفوا. قالوا إيه؟ الزهد لا يكون إلا في حلال، لأن الحرام الامتناع عن الحرام ده فرض علينا كلنا، ما يدخلش في مجالات الترقي، ده الحد الأدنى اللي احنا بنتكلم عنه الآن، الذي لا يجوز أحد أن يأتيه وإلا ارتكب حراما، فالزهد لا يكون إلا في حلال. رأي تاني قال لهم لا، مين قال كده؟ ده أصلا الزهد لا يكون إلا في الحرام، لأن الحلال قل من حرم زينة الله، لأن لازم نستمتع بالحلال، فالزهد لا يكون إلا في الحرام فقط. فقاموا هنا الخلاف، لكن الحقيقة البعض أخذ بالرأي الأول، الزهد يكون في الحرام ثم في فضول الحلال، زي أحمد بن حنبل رضي الله عنه. الإمام أحمد بن حنبل قال الزهد ثلاث درجات، زهد في الحرام، زهد في فضول المباح الحلال، زهد في الزهد. فكأن الشيخ الهروي أخذ بهذا المعنى، إن في زهد في الحرام، بالتالي إن العامي الإنسان العامي عشان يبقى فعلا يدخل درجة المريدين لازم الأول يتحرى البعد عن الحرام زهدا، ونفسه تزهد هذا الحرام بقلبه وبجوارحه حتى يستطيع أن يدخل في درجة أصحاب الترقي من السائرين في الطريق المريدين، يوم يبدأ في الورع. يبقى إذن كأن الشيخ أراد بهذا أن يفرق ما بين الزهد والورع، على اعتبار أن في زهد لكل الناس، على اعتبار أن في زهد في الحرام، أن كل الناس لا تأتي الحرام تزهد فيه. والحقيقة دي له وجهة أيضا صحيحة. ليه؟ لأن فرق بينك أنت يبقى مفروض عليك أنك تمتنع عن الحرام، فأنت قصرا ممتنع عن الحرام، وبين أن تكون بقلبك ونفسك راغبا عن هذا الحرام، فرق ده مفروض عليك لكن نفسك تعمله، ده شيء فرض لكن انت عاوز تعمل الحرام بس ممتنع خايف، وبين ان واحد بطبيعته زاهد في الحرام يرغب عنه لا يحبه، فيبقى ده بهذا والله اعلى واعلم الشيخ اراد ذلك. مولانا الشيخ الهروي في كتابه في المنازل في باب الورع اتى بالايه وثيابك فطهر، في بدء هذا الباب. لماذا؟ وثيابك فطهر، كأنه هنا، والعلماء حتى في التفسير شبههم الدنيا بالثياب، أي كأنه جعل الحرام والشبهات والدنيا بما فيها من شبهات وصراعات وأحقاد وكذا وكذا دنس يستحق أن يتطهر منه الإنسان. ولذلك في لغة العرب يقولون عن الإنسان التقي النقي العفيف
يقولون عنه أنه طاهر الثوب، وعندنا في البلد يقولوا ده ديله طاهر. والإنسان الفاجر، الإنسان الغير التقي الذي يقتحم المعاصي ويقتحم الحرمات اقتحاما، يقولون عنه دنس أو نجس الثوب. ده في اللغة، دنس أو نجس الثوب، ويقولوا عنه إيه؟ ديله نجس، ذيله نجس، نجس. هذا في اللغة حتى. ولذلك العلماء فسروا هذه الآية بهذا المعنى. قتادة والشعبي دول من أكابر التابعين يعني، فسروا وثيابك فطهر، يعني ونفسك فطهر. وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، قالوا إيه؟ ونفسك فنفسك فطهر من الذنوب ومن الدنسات، لأن الذنوب دنس بالنسبة للإنسان. وأخذ بهذا الرأي كثير زي ابن سيرين والزهري والضحاك وغيرهم من كبار التابعين. فده السبب. في هنا حكاية كويسة ممكن ناخد ده فضل فينا ونرجع للحكاية. معايا الأستاذة نادية من الدقهلية. أستاذة نادية، ألو ألو، يعني معايا الأستاذ هشام من الإسكندرية. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. الله يخليك. أنا مفهومي عن الزهد وهو ترك المتع اللي ممكن نعيش بدونها في الدنيا. فنمرة واحد، هل ده صحيح؟ وهل أنا الزهد ده، في عالم من العلماء قال إن الزهد ده لما يكون أنت إيدك طايلة إن أنت تترك الشيء، مش أنت محروم وتقول أنا زاهد فيه، ما أنت كده كده مش طايله، يبقى إزاي زاهد فيه؟ عن مقدرة يعني. يعني أنا قادرة إن أنا أعمل الشيء بس أنا زهداه. أيوه. خلاص، يعني أنا كده ده زهدي، يسمى زي مثلا أكلة حلوة قدامي بس أنا زهداها مش عايز أكلها. إنما ده عالم العلماء قال كده. طب هل أنا لما يكون قدامي المتعة دي في الحرام، مش بلاش في الحرام، في طريق غير مشروع، وانا مش قادره اطولها بس اقدر اطولها بطريق غير مشروع، وانا مش حابه ولا ان انا ناويه ان انا اطولها، هل ده نوع من انواع الزهد؟ يعني ربنا الحمد لله يعني كارم بعقليه مؤمنه الحمد لله ان انا مش همد ايدي او مش هوصل للطريق اللي يوصلني للمتعه دي بطريق غير مشروع. وممكن اوصل لها لو حبيت، يعني اذهب الى هذا الطريق المنحرف يعني. يعني انا عايز حضرتك لو انا عايزه اوصلها هوصل لها باي طريق إن كان. بشكرك يا استاذ جيهان، شكرا جزيلا. انا مش عايزه يعني اوصلها، فهل ده نوع من انواع الزهد؟ بشكرك، شكرا جزيلا. انتظرونا بعد الفاصل، سنجيب على هذه الاسئله وانتظار اسئله كثيره ان شاء الله، ابقوا معنا. الورع جزء من الأشياء التي تحجب الإنسان عن المعصية، ولكن لابد أن يكون الإنسان عنده إيمان بربه سبحانه وتعالى. لو كان الإنسان يعلم أن الله تبارك وتعالى يراه في كل وقت وحين لم تنع عن الأشياء التي لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا يرضاه الله تبارك وتعالى. لو بيعبد الله سبحانه وتعالى من قلبه ويؤمن إيمانا كاملا بأنه هو يتقي الله ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه في الغيب ويراه في كل وقت وكل حين، فهو هيخاف الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل شيء هيفعله لله سبحانه وتعالى، مش هيفعله رياء للناس. الإنسان اللي بيقع في المعاصي ده لحد ما بيبقى إيمانه ضعيف شوية أو مهزوز شوية أو كده، لأنه هو لو وصل مرحلة اليقين بالورع بإيمان فعلا وبإخلاص وبتقوى وكده، مش هيقدر يوقع المعاصي. الورع أن الواحد يخاف ياخد حاجة يكون فيها شبهة انها حرام فيتركها كلها عشان خوفه اللي يكون حرام. الانسان طبعا بيبذل جهد كبير، اولا في الطاعات والعبادات، بذل انواع كثيرة من المعروف، لابتعاد تجنب اتباع الاوامر، تجنب النواهي اللي رسول عليه افضل الصلاة والسلام نهانا عنها. مش شرط ان لازم تكون انت تقي جدا قوي عشان خاطر انت ما تقعش في المعاصي. الحلال بين والحرام بين. اي انسان عنده مثقال ذره من ايمان مش هيقع في المعاصي. تسمع كلام دينك وماشي بدستور معين ان هو قران والسنه،
كده كده مش هتقف يا شباب، مهما حصل فانت مش هتقف يا شباب. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. فضيلة الدكتور، تراوحت اجابات الساده جم في التقرير ما بين معان مختلفه وكلها تصب فيما ذكرت يا مولانا. نعم. يعني صحيح. الورع يحجب الانسان عن المعصيه. نعم. زياده الطاعات. نعم. يعني ما رايك او ما تعليقك على هذه الاجابات؟ نعم، كلها صحيحه تصب في هذا المعنى، ان الورع هو الانسان بيتورع ويترك كل ما فيه شبهه، كل ما فيه حرام، بل يترك ما يمكن أن يؤدي به إلى الحرام، كما سنرى في درجات ومراتب الورع هنجد أن في مرتبة هو مش فيهاش حرام ولا شيء ولا فيها شبهة، ومع ذلك واحد بيتركها خشية مما هنرى هذا مما فيه بأس. مما فيه بأس. مولانا، أعود إلى هذا المدلول، لأني يخيل لي وده بسؤال، دلالات ان الامام الهروي يجيب في بدء باب الورع وثيابك فطهر، لان المعنى يحتمل في الحقيقه دلالات كتير جدا، ولا ايه؟ نعم طبعا، كما قلنا ان بيعتبر يعني اي ان الانسان بالنسبه للدنيا وما فيها من صراعات وكذا، بالنسبه للحرام، بالنسبه للشبهات، ده دنس، بيدنس الانسان، لان كل ما يحجبك عن الله تعالى دنس، لان القدوس سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعرفه إلا من كان طاهرا. فإذا ما تلوث الإنسان بالمعاصي، تلوث بالبعد عن الله تعالى، فلا يستطيع أن يكون لله ولا بالله. ولذلك مولانا أبو الحسن الشاذلي كان المرسل العباس بيحكي، بيقول إيه، كنت مع أبو الحسن في القيروان، وكانت ليلة السابع والعشرين من رمضان، وكانت ليلة قدر، وحضروا هذه الليلة، فلما أصبح قال له سيدنا أبو الحسن، قال للمرسي أبو العباس، قال ليلة البارحة كانت ليلة عظيمة وكانت ليلة قدر، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا علي، يعني أبو الحسن، يا علي طهر ثيابك تحصل على الله تعالى بمدد في كل نفس، ولا وثيابك فطاهر فتحصل على الله تعالى بمدد في كل نفس. فقلت وما ثيابي يا رسول الله؟ فقال يا علي، لقد خلع الله عليك خمس خلع: خلعة المحبة، وخلعة المعرفة، وخلعة التوحيد، وخلعة الإيمان، وخلعة الإسلام. ودي في كل إنسان غالبا فيه محبة، فيه معرفة، فيه طبعا المحبة على التحقيق شيء، والمعرفة على التحقيق شيء، غير المعرفة بتاعتنا العامة والمحبة العامة، لكن أيضا توحيد بدرجاته اللي هو مقام الإحسان، وفيه إيمان، وفيه إسلام. فقال له إيه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له من أحب الله هان عليه كل شيء، من أحب الله هان عليه كل شيء، ومن عرف الله صغر في عينه كل شيء، ومن وحد الله لم يشرك به شيء، ومن آمن بالله أمن من كل شيء، ومن أسلم لله لم يعصه في شيء، وإن عصاه اعتذر له، وإن اعتذر له قبل عذره. قال ففهمت بعنى وثيابك فطهر. فهذه معاني عظيمة ودلالات في المعاني القرآنية في وثيابك فطهر. مولانا اسمح لنا، استاذه نادي من الاهليه اتصالها رجع مره تانية. استاذه نادي اهلا بيكي. السلام عليكم. ازيك يا استاذ؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وانت بالصحه والسلامه. اتفضلي. انا عندي دكتور محمد، في سؤال شاغلني عاوزه اسال حضرتك عليه. هو لو اعتقد نفسي كان بين قصه من الايمان زياده ثلاث اقسام،
معلش هو الصوت مش واضح، الصوت مش واضح، ممكن نعاود الاتصال مره ثانيه يا استاذه ناديه ونحن في انتظارك. بشكرك شكرا جزيلا. مولانا لو دخلنا في درجات الورع، ولكن قبل ان ندخل في درجات الورع، الاستاذ عمرو بن الشرقيه بيقول هل صحيح ان بعض الصوفيه او احد المتصوفه كانت تظهر له علامه لو انه اكل اكل او شرب شرب في شبهه حرام؟ نعم، ده الامام المحاسبي وغيره كثير. اه الامام المحاسبي رضي الله عنه وارضاه لم يسمى يلقب بالمحاسبي الا لكثره محاسبته لنفسه، وكان من كراماته ان كان اذا ما جلس الى دعي الى طعام او جلس الى طعام وكان فيه شبهه يظهر له عرق في اصبعه فلا يستطيع ان يمد يده الى الطعام، يبقى دي علامه بينه وبين ربنا يعرف الطعام ده في حاجه، ما يمدش ايده له الى هذا الطعام، فكان يمتنع عن الطعام. وكان احدهم ايضا كان اذا ما اجهد نفسه في الاكل من طعام وكان فيه شبهه او حرام لا يستطيع، ما يقدرش يجاهد نفسه عشان ما فيش شيء فيعرف. فكان دعي الى مجلس يعني الى مأدبه او شيء من هذا القبيل فجاهد نفسه 3 مرات، اجهد نفسه حتى ياكل من الطعام فلم يستطع وبيعزموا عليه، فكان في راجل يعرفه وعارف العلامة دي فيه، فقال أما كفى صاحب هذا الدار أن ينأو بنفسي عن دعوة مثل هذا الرجل. فكان يعني مش لازم يدعي يعني، فلا شك هذا موجود. سيدنا أبو بكر الصديق لما أكل طعاما كان عبده قد تكهن به فعرف إن في حاجة، حس بيه فقال له أنت جبت الأكل ده منين؟ قال له تكهنت به لبا، فتقيأ الطعام مرة أخرى. كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، قال هذا حديث. نعم. نعم مولانا أستاذة نادية من الدأهلية اتصالها رجع تاني. أستاذة نادية أهلا بيكي. أهلا بيك يا أستاذ حسن. أيوة كده الصوت واضح بس نعليه شوية بعد إذنك. سامحني يعني في الاتصال. لا أهلا وسهلا تفضلي يا فندم. المدد ابن عطاء الله السكندري قسم المدد المعنوي من الحق سبحانه 3 أقسام. مدد من يزيد ولا ينقص وهو مدد الملائكة، ومدد يزيد وينقص وهو معوام بني آدم، وهو إيه؟ ومدد بني آدم ولا ينقص وهو من الأنبياء والأولياء. مدد يزيد ولا ينقص ده مدد الملائكة. مدد يزيد وينقص ده عوام بني آدم، ده بني آدمين. وفي مدد لا يزيد ولا ينقص وهم الأنبياء والأولياء. فدلوقتي انا عايزه اسال الدكتور يعني محمد، لا الملائكه يبدو الملائكه لا يزيد ولا ينقص، صح؟ ايوه الملائكه لا يزيد ولا ينقص. شكرا. مولانا الاستاذه جيهان كانت بتسال بتقول هو الزهد ترك المتع التي ممكن نسعى اليها في هذه الدنيا، ده جزء من سؤالها، ليها جزء تاني متبقي من سؤال بس نجيب على هذا الجزء في السؤال. ترك المتع، ترك المتع التي نعيش بها في الدنيا. احنا الزهد زي ما قلنا ان حقيقة الزهد هو ايه؟ هو قضية قلب مش قضية ايد. زي ما قلنا ما سيدنا سليمان وسيدنا داود كان من اغنى اغنياء زمانهما مالا ونساء وحكما ونبوة وعلما وكل شيء، وهم من ازهد ايضا من ازهد الناس في زمنهم، من اغناهم ومن ازهدهم. والقضية ان مش يبقى في ايدك الدنيا بس، ما تبقاش في ايدك، فما تبقاش في قلبك، تبقى في ايدك. المهم الا تكون في قلبك وانما في يدك، زي ما وضحنا في الحلقه اللي فاتت. فقضيه الزهد مش حكايه ان عندي ولا ما عنديش، زي ما قالت ممكن واحد يبقى فقير وما عندوش، ما بيزهد في ايه؟ واحد من العلماء قال ما ده صحيح، هو مش طايل اصلا فبالتالي ممتنع، ما هو عشان مش طايل. فرق بين ان تبقى في ايدك وتزهد فيها ما تبقاش في قلبك. فإذا القضية هي قضية إيه؟ القلب وليست اليد، لأن كل دي مقامات قلوب مش مقامات إيدين ولا رجلين، دي مقامات القلوب. حتى بعض العلماء اللي كتب في المنازل سماها مقامات القلوب، الزهد أو الورع أو التبتل أو التذكر أو التفكر أو كل دي مقامات للقلوب وليست مقامات للظاهر أو للجوارح. وحضرتك وضحت لنا في الحكاية اللي حكيتها لنا الراجل الغني اللي عنده قصور ويرتاد ويروح عند السلاطين هو اللي زاهد في الدنيا، والراجل الفقير اللي ما عندوش الشيخ اللي ما عندوش هو لسه ما زال له فيها بقية في الدنيا.
طب مولانا برضو الجزء الثاني من السؤال، ولو ان كن حضرتك يعني اجبت عليه، فكره اني هو انا قادر اعمل كده ولا لا، هو انا بزهد لاني محروم منها ولا بزهد لاني ممكن اجيبها، ممكن اوصل لها، بس لا اتقي هذه الشبهات. نعم. واغلق ابواب. نعم. من الحلال لكي. نعم. لا اصل. لا. الى. صحيح. باب من الحرام. نعم. نعم. وهي كمان في، لان برضو قالت ممكن يبقى، ما هو لو حرام انا هزهد فيه ازاي، ما هو في بعض العلماء اخذ بان جواز الزهد في الحرام، ان انا بزهد في الحرام، ان كما قلنا فرق بين ان تزهد في الحرام لانك تخشى وخائف، وده لابد منه طبعا شرعا انك تخاف ان تاتي الحرام، وبين ان تزهد في الحرام لان نفسك بطبعها ترغب، بحقيقتك ترغب عن هذا الحرام ولا تحب هذا الحرام، لان في توافق بين النفوس وبين الاكوان. مولانا لما يعني نقرا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع. نعم. في الحرام. نعم. أو كما قال صدق سيدنا. نعم. رسول. نعم. الله صلى الله عليه وسلم. مولانا يعني هذه الشبهات، يعني هذا الحديث حينما نفهمه جيدا ونطبقه بشكل عملي جدا في حياتنا، قد حققنا معنى الورع؟ نعم، في الحقيقة هو هنا مجال الورع، من ورع كما قلنا أحد مقامات التقوى. والحديث ده الحديث للنعمان بن بشير رضي الله عنه، مروي في البخاري وفي مسلم وغيرهما، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. طيب، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. هو جه كالإيه؟ كالحامي يحوم حوله، يحوم حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. تخلي بالك ما تدورش حوالين الإيه؟ الحرام. وهنا قاعدة عند المشايخ، مش قاعدة يعني في التربية، يقولوا إيه؟ وده هنشوفها في الدرجات أيضا. من أكثر من المباح أوشك أن يقع في المكروه. ومن أكثر من المكروه أوشك أن يقع في الحرام، ومن أكثر من الحرام أوشك أن يطمس على قلبه، والعياذ بالله، ومن طمس على قلبه نعوذ بالله من السلب بعض العطاء. واخد بال سيادتك؟ يعني هنا كتدريب، لأن أقول لك من أكثر من المباح أوشك أن يقع في المكروه، لا شك أنا لما نفسي أسيبها كده تأخذ على المباح بنوع من يعني التبذير، كلما اشتهيت اشتريت، كلما اشتهيتم اشتريتم. أه. من ثكلاتكم أمهاتكم. سيدنا عمر كان يقول كده للناس رايحين السوق جايين، كلما اشتهيتم اشتريتم، إن سايب نفسه ترتع في المباح كويس، لكن الإنسان هنا يعني خلى النفس تدربت على إن هي تبقى على الراحة. على الدعة، على الكسل، فلما تيجي تواجه والزمن مش مضمون، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. فلما يجي يواجه مشكلة أو يتقلب الزمان، واقرأ في التاريخ قد إيه كان فيه ملوك، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكانوا أصبحوا يعني يتكففون الناس. ها؟ في حاجات كثيرة بهذا. فإذا ما لا قدر الله واجه أمرا من الأمور ما يقدرش، لأنه خد على المباح بصورة فيها دعة وفيها كسل، فيقوم يضطر يجي للمكروه، يبقى صعب عليه في البداية، يقوم يتعود على المكروه. ومن أكثر من المكروه أوشك أن يقع في الحرام، يخش على الحرام. وبعدين يجي في الحرام بقى مستسهل، يبدأ بعد كده واحدة بعد التانية، ومن أكثر من الحرام أوشك أن يطمس على قلبي. أن زي ما قلنا المعصية بتنكت نكتة سوداء في مرآة القلب، إذا ما استغفر وأناب زالت، لكن إذا ما تكرر حتى يسود القلب وليعوذ بالله، فلا يعكس نور الله سبحانه وتعالى بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني وقيل دائما المستغفر من الذنب وهو مصر، أو التائب من الذنب وهو مصر عليه، كالمستهزئ بربه. نعم. والعياذ بالله. نعم. نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود إليكم، انتظرونا.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين. مولانا نقف أكثر عند درجات الورع، ودائما من بدء هذه الحلقة ومولانا يذكر دائما كلمة أن يتقي، أن نتقي التقوى. يعني الورع يخرج من هذه الشجرة الكبيرة، فرع من شجرة التقوى، أليس كذلك؟ نعم. في الحقيقة تحدث أو تكلم العلماء في درجات الورع. الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين يقول أن الحرام كله خبيث، ولكن بعضه أخبث من بعض، والحلال كله طيب ولكن بعضه أطيب من بعض، وبينهما درجات. وقال نرجع إلى المربين قالوا أن أربع درجات للورع: ورع العدول، ورع الصالحين، ورع الصديقين، ورع المتقين، ورع الصديقين. ورع العدول قال اللي هو الورع عن الحرام، يبقى ده خد بالناس اللي بتقول ايه ان الورع والزهد يكون في الحرام. الورع عن الحرام، ما حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الورع شريعة. ده ورع العدول، ده العدل الحد الأدنى. طيب بعديه ورع الصالحين، وهو ليس حراما ولكن فيه شبهة، والشبهة هي الأمور التي تدور بين الحل والحرمة، في شك. بعض العلماء يقول والله ده حرام، والبعض يقول ده حلال، ففيه شبهة، فإذا ده بيترك ويتورع عما فيه شبهة. الدرجة الأعلى ورع المتقين يعني لا يترك ولا يأتي، مش بس اللي فيه حرام، مش بس اللي فيه شبهة، لا ده هو حلال مباح ما فيهوش مشكلة، ولكن بس ما يؤدي ما لا بأس به، ولكن ما قد يؤدي إلى بأس. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس، احتمال يؤدي إلى بأس فيما إلى بعد. مشكلة إلى حاجة بعد. زي أشياء كثيرة، إن ممكن والله زي ما قالوا الجماعة المشايخ اللي بيربوا يقول لك إيه ده عشان عارفين النفوس، والله أنا لو ضريت على الحلال كتير والمباح هيخلينا أنزلق إلى المكروه دون أن أدري، واخد بال حضرتك؟ فأنا إيه ليه يعني ما يسيبش نفسه ترتع كثيرا، وإلا أخذت على الدعاء على هذه الراحة، على الراحة ما تقدرش تواجه، فيقول لك يبقى ما لا بأس به إلى ما به بأس. في أمثلة كثيرة، وده في الفقه حتى تجد يقول لك إيه باب سد الذرائع في الفقه. سد الذرائع يعني ده هو مباح بس يمكن أن يؤدي إلى الناس تتحجج وتاخد دي ذريعة تقوم تأدي منفذ للحرام، أو مآلات الشرع ممكن يبقى حلال لكن هيؤدي إلى حرام، يبقى الشرع مآلات ما سيقول إليه إيه يقوم أمنع، أو العكس ما سيقول إليه أبيح، وهكذا. فدي من الأمور أيضا درجة من الدرجات، دع أن تدع ما لا بأس به حذر مما فيه بأس. الأخيرة بقى الدرجة الأخيرة اللي هي إيه ورع الصديقين. ورع الصديقين ده إيه القضية مش بالنسبة له لا شبهات ولا حلال ولا حرام، ده القضية بالنسبة له هو ترك ما سوى الله، إنه بيترك إيه كل ما سوى الله، لا ينشغل، بيعتبر هو بيتورع عن إيه عن كل ما سوى الله، وإلا يعتبر ذلك قدحا في مقامه. هذا الحقيقة التورع عن كل ما ليس لله تعالى، أو كل داعية زي ما يقول إمام الهروي، كل داعية تدعو إلى شتات الوقت والتفرق عن الحق، يعني كل خاطر أو هاتف يدعوك إلى كده تتفرق عن الحق، بسموه مقام الجمع، يدعو إلى شتات الوقت، يعني تتفرق عن الله ويبقى وقتك لا يصفو مع الله وتبقى مش في مقام الجمع بيسموه، وده كلام عالي قوي. الجمع والفرق تكلم عنه الأئمة الكبار، ها، وبفرق الجمع عبدناه، وبجمع الفرق عرفناه، وبفرق الفرق وصفناه، وبجمع الجمع شهدناه
الله فقل جل الله أين استخفى المعنى الحق في الجمع ترى أم في الفرق العجز هنا شأن النطق والحكم لشوق أو ذوق الله فقل جل الله. ده كلام مولانا الشيخ جل محمد الله زكي إبراهيم يعني مع الله. مع فضيلة مولانا وإحنا ماشيين نتحسس هذه الخطى سنتعرف وسنصل وسنفهم ولكن الفهم هنا مقرون بالتطبيق. نعم ما هو ما فبالتالي العجز هنا شأن النطق. مولانا يعني خليني أرجع لسؤال الأستاذة نادية كانت بتسأل على المدد المعنوي من الله، مدد لا يزيد ولا ينقص، مدد الملائكة، مدد يزيد وينقص، مدد للبشر. نعم. للبني آدمين مدد يزيد ولا ينقص الأنبياء والأنبياء هي عايزة سيدنا عطاء الله يعني قسم هذا المدد بهذا الشكل طبعا حتى نزيل شبهة. أيوة. كما قلنا من قبل المدد الحقيقي هو المدد من الله تعالى، لكن المدد ده بينزل بينزل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق الأولياء، عن طريق الملائكة. زي ما قلنا قبل كده كلام مولانا، أتسخر منا لقول مدد ولست الفقيه ولا المجتهد، أتسخر منا بلا حجة وقد قال ربك كلا نمد. المدد منين؟ عطاء رخاء تجلى به وكل عليه به يعتمد، ففيما الملام وفيما الخصام وليس المعقد كالمعتقد. لنا علمنا ولكم علمكم وكل إلى حجة يستند، تجاربنا حجة بيننا وما من أفادك من لم يفد، فإن كنت تفهمنا فاعتقد وإلا فدعنا ولا تنتقد. قل لمن يدعي في العلم فلسفة تعلمت شيئا وغابت عنك أشياء. فالمدد هو من الله سبحانه وتعالى. لكن يا أخواننا في أوردر في الكون، نكلمكم بإنجليزة مش عربي، في نظام في الكون، في كده هرم لازم في نقطة فوق وينزل من فوق لتحت على القاعدة، وإلا سبحانه وتعالى جعل كل شيء له نظام فبينزل. فأنا لم أقرأ اللي قالته بنتنا، لكن معناه واضح أن مدد الملائكة لا يزيد ولا ينقص، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما بيعرفش يعمل حاجة، ده هو زي اللوح الإزاز كده، الشمس تعدت ناحية الناحية التانية تعدي الشعاع بتاعها، فبالتالي ما عندوش هو ما عندوش ترقي، ده هو مقامه ثابت، ده ملائكة. حتى قالوا إنهم خلقوا بعقل وبدون شهوة. بالضبط كده. أيوة. فهو الملائكة يعني ويفعلون ما يؤمرون على طول. بس. أما البشر العادي فهو كما تفضلت في السؤال إن هو بيزيد وبينقص. لأن إيمان الناس بيزيد وينقص وإيمانهم إيه؟ ينقص. خلاص. لكن مدد الأنبياء والأولياء يزيد ولا ينقص، لأن الأنبياء عليهم السلام وعلى نبينا السلام هم يوحى إليهم فهم في ترق دائم، والأولياء في ترق دائم، لأن الولي هو الذي فني عن نفسه وبقي بربه، فسلوكه بعد ذلك هو بالله لا بنفسه، هو خلاص سلوكه لله حتى يفنى عن نفسه، فإن فني عن نفسه فأصبحت ولايته بالله، فولايته بالله هنا يبقى يترقى في معارج القدس، والأنبياء أيضا دائم الترقي، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من كان قبل في الحكاية يعني يقول كانت لما توبته ترقي الترقي، لأنه لما قال له لما قال قرأت الحديث إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 70 مرة، قال له لا إنه غين الأغيار لا غين الإيه، إنه غين الأنوار لا غين الأغيار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الترقي في مقامات الأنوار، والله أعلى وأعلى. مولانا يعني أنا في ما بين الدين وبين الدنيا ومساحة الخير والشر، وكل ما أعمل صالح وأسمع الكلام الحلو والجميل وأطبقه مساحة الخير تتسع، مساحة الشر تضيق. نعم. أنا ما بين الدين والدنيا إزاي أكون ورع، ورع في ديني وورع في دنياي؟ نعم، دايما العلم أهم شيء. إزاي يكون ورع؟ يبقى لابد أن أنا أعلم كإنسان إيه فضائل الحلال وفضائل الحرام، أعرف فضيلة الحلال والحرام وأشوف الآيات والأحاديث وأقوال العلماء والسلف الصالح فيما ورد في شؤم الحرام
وفي فضائل الحلال والمباح، وإن إزاي كما تفضلت بذكر هذه الرواية في الخبر أيضا إن كل ما نبت من حرام فمأواه النار، كل جسم نبت من سحت في النار وأولى به. وفي رواية من حرام والسحت اللي بيحمل أوسع حرام وشبهات وما إلى ذلك. أيضا إزاي إن أنا أعرف إن سير السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في تحريهم الحلال، لما أسمع حديث سيدنا سعد وبقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسأل الله أن يجعلني مستجاب الدعاء، فقال له إيه؟ قال له أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. إزاي أعرف أكون واثق مما عند الله في الغيب أكثر مما بين يدي عشان أتحرى الحلال؟ الله، كيف أثق وأعرف معنى إن يعني إن الإنسان لا يسره ما لم يكن، إنسان لا يحزنه ما لم يكن ليفوت، ما لم يكن ليناله، ويسره ما لم يكن يفوت ليفوته. إزاي أعرف هذا المعنى؟ اللي مكتوب لك مكتوب لك، لما الشيخ عليش يقول لك دع الهموم ما قدر يكون، همك واغتمامك محسوب عليك، همك واغتمامك محسوب عليك. إزاي إن أنا أعرف إن كل ده بقدر الله تعالى، وأشوف شؤم الحرام إيه وفضيلة الحلال إيه، لابد أن أعلم ذلك ثم أدرب نفسي. ما يكفيش إن أنا أعرف، لازم أطبق هذا. كيف يتحول العلم إلى عمل، وكيف يتحول العمل إلى إخلاص، وكيف يتحول الإخلاص إلى تمحيص واختبار للإخلاص حتى أتحقق من صدق مع الله سبحانه وتعالى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. مولانا، في إطار وإحنا بنتكلم عن هذا العبد، هذا الإنسان اللي دايما عايز يعيش في مقام الورع ويشعر بأنه قد تحقق، إيه علامات تحقق الورع ما بين ديني ودنياي؟ هو طبعا هي قضية قلبية، قضية قلبية، أنت تنظر في نفسك تشرئب للشبهات والحرام، ولا بتيجي عند الحرام وتلاقيها إيه تنكمش، لأن بحسب، لأن زي ما قلنا في علاقة بين الظاهر والباطن. الجوارح لما تمتد، لما تجد الإنسان بيتغذى من حرام تلاقي إيده دايما طويلة للحرام، بيتغذى من شبهات تلاقي إيده إيه برضو بتروح على الشبهات وهي أقل شوية من، وهكذا. لما يكون حلال تبص تلاقي الإنسان أو في الظاهر أهو هو بيكسب من حلال وبياكل من الحلال، تبص تلاقي لما يجي فيها حاجة حرام تلاقي رجع، لو حاجة فيه شبهة يقف يجبن، واخد بال حضرتك؟ ولذلك ده في غاية الأهمية في كل شيء. الإنسان اللي بيتجاسر على الحرمات، جريء الحرمات، جريء، تعرف إن هو أصلا بيأكل من الحرام، اعتاد، فبالتالي الجوارح بتاعته لأنها عاوزة تتعذب لأنها هي متوافقة مع هذا الطبع، نسأل الله العفو والعافية. عشان كده إيه دايما الإنسان يشوف الحكاية دي ما بينه في قلبه وبين جوارحه، ساعتين جوارحه تمتد شوف قلبه بقول له إيه، واخد بال حضرتك؟ فالعلامات دي علامات قلبية لكن لها علاقة بالإيه بالظاهر، والعلاقة بين الجوارح وبين القلب في غاية الأهمية، لأن كما قالوا القلب هو الملك والجوارح دي الجنود اللي بتأتمر بالأمر. فلما يبقى القلب مضلم وخربان ما بفوش نور واصل للي فوق، فالإيد تتمد على طول، لأن اللي بيغذيها النفس الأرضية السفلية مش القلب النوراني. لكن يبقى القلب متصل بالله، يعني هو ماشي في المقامات دي، فيه الورع وفيه الصدق وفيه المحبة وفيه الخوف وفيه الخشية وفيه المحاسبة، فدي لها أنوار في القلب. فساعة ما تيجي الجوارح تمتد يجي الأنوار دي إيه شدة. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بالإيمان آمين الذي ينعكس في هذه الجوارح، فحينما يسلم المسلم قلبه لربه تسلم هذه الجوارح لله تعالى. مولانا شكر الله لك، الله يبارك. انتهت الحلقة، ولكن المشوار معك وفي هذا الطريق لن ينتهي، لا ينتهي ولن ينتهي إن شاء الله. بشكر الدكتور محمد مهنا، ومع نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. انتظرونا في الحلقة القادمة، وتذكروا كل ما قيل في هذه الحلقة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كيف نتقي هذه الشبهات،
أعزائي المشاهدين سعدنا بكم ونسعد بكم دائما ومعا نسير في هذا الطريق، فكونوا معنا. إلى اللقاء.